بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب مهندس موقع ملاحظات هامة وسريعة عن حداد السلف في سوريا الإسلام. السن المرحلة التي تتلو مرحلة التجنيد. الحداد بعد ما بيجنط ويعرف فين مكان التكسيح أو فين مكان السن بيبدأ يكسح الأسياخ حسب علامات التجنيد بتاعته عشان يحقق الشكل المطلوب اللي هو كان محتاجه، سواء بقى كان الشكل ده الحديد مكسح بشكل حاجة فيه مدوت لكاميرا سيمبل او لكاميرا كونتينيوس، يعني هيبقى عنده رمي او السيخ هينتهي برجل او شوكه الحديد هينتهي بشوكه وهكذا. فبنبدا في مرحله السن حسب علامات التجنيد اللي احنا عملناها حسب افراد الحديد اللي احنا ذكرناه من قبل. بشكر حضراتكم وبسالكم الدعاء وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.